Okay, today is our last day here in Tbilisi. We have been here for the last 4 days, and right now we are in the restaurant. It's called Tinkali Bar and Restaurant. The location is just right in the center of Tbilisi, where it's just right next to the square here. So this is definitely the spot that you will not miss. This restaurant actually is with bar, and they have served really typical Georgian food as well as many different type of wine drinks, and you can choose whatever drink you like. So here again in the center of Tbilisi, exactly in the old town of Tbilisi. So when you are here in the center of Tbilisi, which is in the square here, it's just right in the corner, and you will not miss it. اليوم نحن بآخر نهار لنا بدبي بتبليزي بعاصمة جورجيا كن اليوم وإحنا عم نمشي بقلب العاصمة القديمة بجورجيا طلع معنا هذا المطعم. هو صاير بنص بقلب العاصمة بساحة تبليزي اكزاكتلي. طلع معنا المطعم اسمه خينكالي بار. سو هذا المحل فتنا عليه، اخذنا عشاء فيه، تفاجئنا بالقعده اللي كثير حلوه بقلب المحل. راح نفوت لجوا ونعرف اكثر عن المحل ونشوف. وهو المحل بيقدم اكل تراديشنال فود ل الجورجينيان فود اكزاكتلي. ما عندهم اي شيء انترناشونال بيقدم. بيشتهر المحل كمان اللي هو عنده كل انواع الواين. راح نفوت لجوا ونشوف المحل اكثر. So as I said earlier that the restaurant is just right next to the square, Tbilisi square. So here is the restaurant. طبعا هذا هو المحل. المحل هلا بلش يفضى شوي لانه كان كثير عجقه جوا بقلب المحل. وقت اللي اجينا احنا لهون فت لعند البارتندر حكيت معه قلت له انه بدي طاوله على العشاء لانه كان المحل فل. اخذ رقمي لبعد ساعه من الوقت لحتى حكى معي على التليفون، قال لي انه طاولتك صارت جاهزه. رح نفوت لجوا نشوف عندهم الواين اللي معروف جوا كل اناني البيت. حلاوة المحل انه اي نوع بيد بالعالم موجود عندهم. وعندهم جربت انا اليوم عندهم ميكس واين بيد من جورجيا مع بيد فرنش بيد. سو كان كثير 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 طيب. هلا الفكره كمان اكثر انه احنا وقت اللي طلبنا العشاء هو تراديشنال فود المحل مثل ما خبرتكم. وقت اللي طلبنا العشاء هون كان في عندهم يمكن اكثر من 120 نوع واين بقلب المحل. وقت اللي طلبنا العشاء قالوا لي انه في عندك يمكن 3 او 4 انواع من الواين فيك تاخذ فيهم عباره عن كاسه ولا اي شيء بدك تاخذه بدك تنزل فيه اني حصرا. سو مثل ما انا شايفين هون اناني الواين كلياتها. في عندهم الواين مخلوط واين فرنسي مع واين امريكي. طبعا كل انواع الواين بجورجيا موجوده هون وهي بلد الواين، ما في داعي نقلكم عنها. شايفين المحل عن جد بياخذ العين. الديزاين تبعه كثير حلو. فنصيحة لأي حدا بده يجي على جورجيا ما يفوت فرصة انه يجي يحضر يتعشى بهذا المحل، خصوصا لاثنين كابل. كثير 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 ظريفة القعدة جوا، انك تاخذ انينك واين وتقعد تاكل اكل كثير بشهي. الاسعار كانت كثير مقبوله، اسعار الواين واسعار الاكل كانت كثير مقبوله، والخدمه كثير 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 كانت روعه. Basically the name of the restaurant Khinkali is taken from the food itself. This is actually the name of the restaurant is taken from this name. Yes. And this is called Kachapuri. This is another traditional Georgian food as well here. The price in terms of the price is not really expensive compared to the quality. We had how many food? We have 1, 2, 3, 4, 5 dishes. Five dishes, one bottle of wine, one plate of Georgian cheese,
we paid around 131 Georgian lari, which is about 150 dirhams only, and that is including one bottle of wine, which we have selected, which is a French and Georgian mix of wine. اسعار المحل كانت كثير مقبوله, واللي بيميز هذا المحل اكثر انه احنا بنص العاصمه تبليزي, بقلب العاصمه مثل ما نحن بنقول بقلب العاصمه تبليزي, فانت ما بتضيع فيه ابدا, مجرد انك تشي على سنتر العاصمه لهون دغري بيبين عليك المحل. مثل ما انتم شايفين البار موجود عنده كل نوع الالكول, موجود عنده كل انواع الالكول بقلب المحل, مو بس الواين. فانت اذا ما بتحب تشرب واين من قلب المحل, فيك تختار اي نوع الكول ثاني وتشربه. And usually when you come to a new place, you get confused where to eat and what to eat, and whether you're afraid about the review, customer reviews, whether the restaurant is bad or not. But here the restaurant is, the service is really good. The staff, the waiters are very, very friendly and they are very professional. And you don't and ما بتضيع جوا, ما بتضيع انه انت اذا حابب تجرب اكل البلد هون, اكل جورجيا اللي هو كثير طيب. وعلى فكره لنوهكم على شغله, الاكل كثير قريب على الاكل العربي بس بطريقه ثانيه. Yes. يعني عندنا كثير قصص كثير بتشبه الاكل العربي بس بطريقه ثانيه. ومحل بالنسبه لي انا ما بيتفوت, انبسطت كثير بالقعده, انبسطت كثير بالعشاء, انبسطت كثير بالواين اللي شربته لانه كان كثير 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 طيب. Yes, and the most important thing that you don't have to worry about that they will charge you over price, because we checked and everything is just exactly what you order, and you, really, really everyone, the most important here, the staff is really very friendly. They're all very smiling all the time. They ask you how is the food and everything is exactly what we want. بشكل عام هون بجورجيا وقت تحكي مع العالم وقت تتعامل مع اي احد بجورجيا بتحس حالك انه انت بقلب بلدك تماما. حدا شعب كثير طيب, شعب كثير محترم بالتعامل مع, خصوصا اذا شافوك انه انت اجنبي بيحترموك كثير بالتعامل معك, مثل كانه انت عن جد ضيف عندهم, وانت ضيف عندهم بس انهم بيحسسوك بهذا الشيء زياده. شعب كثير فريندلي, شعب كثير محترم. Alright, so thank you guys, thank you very much, thank you for your help, thanks for everything, thank you, good night. Thank you, thank you so much. So they have a very, very clean, also even the rest, the restroom, the bathroom here. In general, in Georgia, there is nothing that you can smoke inside the restaurant. So all the restaurant is non-smoking. وحلاوة المحل انه هو صاير بنص ساحة تبليزي, مجرد ما انه انت توصل على المحل له, مجرد ما انت توصل على ساحة تبليزي العاصمة, فاوريدي اي زائر لجورجيا بده يجي لهون لانه انت بقلب العاصمة القديمة. مجرد ما انه انت توصل لهون حتشوف المحل دغري بوجهك, حتشوف المحل دغري, قارمة المحل صار الساحة اي ساحة جورجيا القديمة الاولد سيتي هون, حتشوف دغري المحل بوجهك, قارمة المحل بوجهك, ما بيضيع ابدا. ورغم انه هو بقلب الساحة وبقلب العاصمة القديمة, كانت اسعاره كتير عادية, المحل اسعار كتير مقبولة بالنسبة للمطاعم الثانية بجورجيا. And of course in the city center here you can find hundreds of restaurants, hundreds of bars, and you can find a lot of food vendors where they are selling fresh juices. It's really, really fresh here. I just give an example here. They are selling this fresh juices. They squeeze it in front of you, even the fruit and everything. And it's quite cheap. Thank you very much. And as you can see here, it's another restaurant. And bar and bar and bar everywhere, and the taxi is just very easy to catch from here. Approximately inside the city in Tbilisi, the maximum you can and you have to pay from one point to another point not more than 20 lari. So here حتى ما بتوصل لمرحلة ال 20 لاري,
ممكن انك تدفع 10 لاري من باي منطقه ضمن تبليزي انك انت تتنقل فيها, ممكن انك تدفع بحدود ال 10 لاري لل 15 لاري. Yes. So you have to ask first of all, I'm going here, how much is the cost, because there is no taxi will run with a meter, so you have to park here. So we need to go to another place, and unfortunately right now it's really raining and it's cold. So I will continue to the next spot and we will show you some other place in Tbilisi. Thank you everyone and all take care. اليوم نحن بآخر ليلة لنا بجورجيا, فإحنا هلأ حالياً بالعاصمة تبليزي. حبينا نفوت على مطعم اسمه خنكالي. خنكالي الاسم من هذا المحل بيعني هذا الشيء, هاي الأكلة اسمها خنكالي. طبعاً هي عبارة عن عجينة محشية, انت حسب ما بدك بتكون محشية جوز, عفواً بتكون محشية لحمة, بتكون محشية جبنة, فأنت لو بتطلبه بتعمله. طلبنا كمان من عندهم هذا طبق التشيز, هذا جورجيان تشيز, هي كل انواع الجبنه بجورجيا مشكله بتنزل بطبق واحد. But half of them is gone. اكلنا نصها تقريبا. هلا المحل تراديشنال فود, المحل بيقدم اكل من جورجيا حصرا, ما عنده انترناشونال فود. المحل اسمه خنكالي بار اند ريستورانت. في طبعا كل انواع الالكول جوا بقلب المحل, بس المشهور اكثر بالواين اللي عنده, انه عنده كل انواع الواين بجورجيا, بالاضافه انه بيقدم انواع ثانيه من الواين اللي هي الواين الفرنسي, اكثر من نوع واين غير الواين اللي بقلب جورجيا. كمان في فكره ثانيه عن المحل, انه وقت بدك تفوت لعنده تقعد عنده, كثير قليل من انواع الواين, وعنده يمكن اكثر من 100 نوع واين بقلب المحل, بس يمكن من ضمن هدول الانواع 3 او 4 انواع بتقدر تاخذ الواين بالكاسه. فاذا بدك تشرب واين عنده, الواين بدك تشربه بدك تطلب النينه حصرا. المحل اعطى كثير حلو, جوه كثير حلو, والحلاوة في أكثر إنه أنت ما بتضيع فيه أبداً. المحل صاير بقلب العاصمة تبليزي, صاير بالسوق القديمة تماماً, فأنت مجرد ما وصلت على السوق القديمة هو صاير بالساحة, ببين عليك مباشرةً ببين عليك. أي اثنين بيحبوا مزاجهم بالواين أو بيحبوا يشربوا الواين كثير, لهذا المحل أكيد 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 راح تكون كثير مبسوط, خصوصا بأنواع الواين الموجودة اللي عندهم مثل ما أنا شايفين. وطبعا المحل فل, محل معبر, ما بعرف إذا مبين عليكم بالكاميرا, المحل صاير فل. نطرنا أكثر من شي نص ساعة برا لحتى أخذنا طاولة عندهم. طبعا حطيت اسمي هون لحتى قلت لهم انه انا بدي طاوله هون, لانه ما كان في حجز سابق. حطيت اسمي عندهم على الباب لحتى خذت طاوله, كانوا اخذين رقم تليفوني, عملنا تمشينا برا لحتى رجعوا دقوا لي على رقم التليفون انه طاولتك صارت جاهزه. المحل كثير يعني فرصه ما تفوتها, انه وقت اللي تيجي على جورجيا الفرصه ما تفوتها من ايدك انك تيجي وتزور هذا المحل. اهم شيء نتذكر من اسم المحل خنكالي بار عند ريستوران, والخنكالي هو هذا الشيء. Today is our last night in Tbilisi before we are heading back to Dubai after our 4 holidays in Georgia. Right now we're having dinner in a restaurant and bar called Khinkali. Khinkali is the name of one of the very famous Georgian dish. This is the one. This is Khinkali. Because of that, they named this restaurant Khinkali Bar Restaurant. Of course, it has a lot of different type of wine here. Other than wine, there are many types of drinks, alcohol, non-alcoholic. The restaurant is located just really in the city center, or the spot, the heart of the old Tbilisi, just right next to the square, so you will not miss this place. The ambience, the atmosphere is really nice and cool and chill. So definitely when you're in Tbilisi, this is something that you
should not miss. We ordered a couple of Georgian dish from the soup, salad, as well as the hot dish, but we're waiting for it. Until then, we're having the Georgian cheese platter. So there were four type of different cheese, but we have 8 half of them. And we ordered 1 bottle of wine. So this wine is mixed between Georgian and French wine. So we have tried all of Georgian wines. So today we decided to try a different thing. And of course, my favorite water here is the Bochumi, which is like a sparkling water. Thank you very much. One of our food has arrived. So this is veal and potato. Thank you and stay tuned.